جهود مستمرة وطاقات مستثمرة موجهة دائما نحو التطوير لتساهم بعمل نقلة نوعية لتؤكد أن الكويت بلا شك هي البيئة الآمنة والمستقرة ومحط جذب الاستثمارات. هذا ما أكده أيضا وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري في تصريحاته عبر حساب مشروع الكويت في منصة تويتر، مشيدا بمشروع الكويت الآن وهو عبارة عن تركيب كاميرات بث مباشر موزعة على 6 مواقع، مشيرا إلى أنه مشروع رائد يأتي ضمن خطة الوزارة وتلفزيون الكويت نحو التطوير ودعم خطة التنمية عالميا لرؤية كويت جديدة، استرشادا بالتوجيهات السامية للقيادة السياسية. مشروع كويت الآن هذا مشروع نوعي في تلفزيون الكويت ولأول مرة يحدث في تلفزيون الكويت. لما نتكلم عن مثل هذا المشروع أنا أعتقد أنه إنجاز يحسب لوزارة الإعلام، للشباب المهندسين اللي قاموا عليه واللي قدروا حقيقة أن يحطون 6 مواقع وهي تبث بشكل لايف مباشر، يمكن تشاهدونها في التلفزيون، يعطي حالة الجو الوضع في كل وقت. ما ودنا احنا نتكلم كون الفكرة جاءت من خلال الفريق الفني لتطوير الهوية التلفزيونية واللي فيها مهندسين على سبيل المثال المهندس عبد العزيز الجناحي واخواته واخوان اللي بالفريق، لكن هذا بالفعل كان احد الافكار اللي صارت اليوم على ارض الواقع واللي صداها ايجابي عند الناس.